أهلا وسهلا بكم المشاهدين الأعزاء في حلقة اليوم من برنامج بوصلة، والتي سنواصل فيها الحديث عن أحد الرحال الأوروبيين وما كتبه عن عمان. يعد البريطاني برترام توماس من الرحالة الأوروبيين الذين تركوا بصمة مميزة في عمان وشبه الجزيرة العربية، كونه أول أوروبي ينجح في عبور صحراء الربع الخالي أو بحر الرمال بين عامي 1930-1931، والتي كانت عصية على من سبقه من الرحالة والمستكشفين. وكان محاولة اختراق هذه الصحراء يعد ضرباً من الخيال ومن المغامرات غير المحسوبة والمصنفة تحت المخاطر الكبيرة. وقد اكتسب برترام توماس، المولود في بريستول في غربي إنجلترا سنة 1892، خبرة كبيرة في منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية من خلال خدمته العسكرية في العراق وعمله في المكتب السياسي البريطاني في الشرق الأوسط الذي كان يترأسه السير ويلسون، كما عمل مستشاراً للحكومة العربية في شرق الأردن سنة 1922. وفيما يتعلق بعمان، فقد عمل في خدمة السلطان تيمور بن فيصل رحمه الله كوزير للمالية ومستشار للسلطان في ذلك منذ سنة 1924، واستمر في منصبه حتى انتهاء عقده في ديسمبر من عام 1930. وقد بدأت فكرة عبور الربح الخالي تراود توماس منذ التحاقه بخدمة السلطان تيمور، واستغل الظروف التي كانت مهيئة له وعلاقته الشخصية بالسلطان تيمور من أجل تحقيق ما كان يخطط إليه في ذلك، وتقوية صلته بالناس في المنطقة الجنوبية الشرقية من الجزيرة العربية. وفي شتاء 1927-1928 قام برحلة استكشافية إلى ظفار على ظهور الجمال، قطع خلالها مئات الكيلومترات، استطاع من خلالها تحصيل الكثير من المعلومات الجغرافية الخاصة بالأرض والمسالك والطرق، والتعرف على طبائع السكان وعاداتهم. ساعده في ذلك اندماجه المطلق معهم والأخذ بعاداتهم اليومية، لتكون هذه الرحلة بمثابة تهيئة لما كان يخطط إليه توماس في عبور الربع الخالي. واختار توماس القيام برحلته بالطرق التقليدية القديمة والمعروفة على ظهور الجمال، رغم إمكانية استخدامه لوسائل النقل المتوفرة في ذلك الوقت مثل السيارات والطائرات. وفي العاشر من ديسمبر من عام 1930 ترجم توماس فكرته إلى أرض الواقع عندما انطلق من صلالة في رحلة رافقه فيها عدد كبير من رجال البدو، تمكن خلالها من عبور الصحراء الربع الخالي في 70 يوماً تقريباً، ليصل في 20 فبراير عام 1931 إلى الدوحة بعد أن سار بمحاذاة الساحل الشرقي للجزيرة العربية. وقد حرص توماس على توثيق رحلته التاريخية هذه في كتابه البلاد السعيدة، الذي ضمنه تفاصيل هذه الرحلة وأورد فيه معلومات كثيرة يمكن الاستفادة منها عن صحراء الربع الخالي وعلى مشاهداته اليومية وانطباعاته عن سكان المناطق التي مر بها ووصف عاداتهم وسلوكياتهم، بل وحتى حيواناتهم. ودون ملاحظاته عن الآثار وتاريخ الحضارات التي كانت سائدة في منطقة شبه الجزيرة العربية، وعلم الأنساب والسلالات ولغات ولهجات قبائل جنوب الجزيرة العربية التي مر عليها، فأصبح خبيراً بهم في ذلك.
وغيرها من التفاصيل المثيرة التي دونها عن رحلته في كتابه هذا الذي يدل على احترافيته سواء كمستكشف أو حتى كمؤلف، وليكون بذلك قد جمع بين السياسة وبين الجغرافيا أثناء فترة خدمته في عمان وفي المنطقة. وتكمن أهمية التحدي الذي قام به توماس في عبور صحراء الربع الخالي ما ذكره في بداية مقدمته في كتابه عندما قال: يطلق بعض علماء الجغرافيا على الجزيرة العربية تعبيراً هو البلاد السعيدة، ولعله من المفارقات أن يطلق هذا التعبير على منطقة من الأرض تكثر بها الصحراء المقفرة التي يتصارع إنسانها منذ فجر التاريخ ضد عوامل الطبيعة. وعن دوافعه في اختراق الربع الخالي يقول توماس: إن الربع الخالي ظلت البقعة المجهولة الوحيدة، لا سيما وأن الجزيرة العربية كانت مهد حضارة عريقة تلامس حدودها حضارتين قديمتين هما مصر وحضارة بابل، ومع ذلك بقيت جزيرة العرب الأرض المحرمة على المكتشفين، ولم يقدر لأكثر من 20 مكتشفاً أوروبياً أن ينفذوا إلى بعض المناطق غير المأهولة لقلة الأمطار وقسوة الحرارة وتعصب السكان لعقيدتهم الدينية. ويستطرد توماس في ذكر الكثير من التفاصيل الخاصة بالأماكن التي زارها في رحلته وتاريخها وجغرافيتها، ويفرد جزءاً كبيراً من كتاباته لعادات العمانيين ومعتقداتهم وكرم سكانها وتقاليدهم المختلفة وطرق العلاج في عمان والوضع الاقتصادي فيها. وحرص توماس على الاستماع للحكايات والقصص المختلفة التي كان يتداولها الأهالي والسكان، مثل حديثهم عن أوبار الأثرية وذكرهم لتفاصيل كان توماس يرى بأنها مهمة للمهتمين بالأساطير وبالخرافات، كما أشار إلى وجود اختلاف في الأعراف بين القبائل الجبلية وبين قبائل الحدود الجنوبية لشبه الجزيرة العربية، ولكن الجميع يتفق فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية ابتداء من ظفار في عمان وانتهاء بالدوحة في قطر التي اختتم فيها رحلته. واستفاد توماس من آراء الرحالة والمستكشفين الأوروبيين الذين سبقوه إلى المنطقة والذين أشار إليهم في كتابه، كما استشهد أيضاً بآراء بعض الرحالة العرب. ووضع توماس إحدى الخرائط المهمة للجغرافيا الطبيعية والبشرية والتي يمكن أن يستفيد منها الكثير من المشتغلين في علوم الأرض والأساطير، كما تضمن كتابه الكثير من الصور والرسومات التي بالطبع تمثل إضافة علمية هامة تحكي في تفاصيلها الشيء الكثير عن الأرض والأهالي والسكان. وقد توفي توماس عام 1950، وقامت وزارة التراث والثقافة في عمان بنشر كتابه البلاد السعيدة. والجدير بالذكر أنه في العاشر من ديسمبر من عام 2015 انطلقت رحلة من محافظة ظفار محاكاة للرحلة التي قام بها توماس عام 1930 والتي ضمت بعض الرحالة العمانيين، حظيت باهتمام رسمي وشعبي كبير، استمرت في حدود 50 يوما مشيا على الأقدام وعلى الجمال، عبروا خلالها صحراء الربع الخالي في امتدادها في السلطنة والمملكة العربية السعودية في مسافة قدرت بأكثر من 1000 كيلومتر، ليصلوا إلى الدوحة في 24 ديسمبر 2016، وهي نفس الوجهة التي انتهت فيها رحلة توماس الشهيرة.
هذه كانت إضاءات لما قام به توماس في اختراق صحراء الربع الخالي وما دونه عن عمان. نلتقي بكم في حلقة أخرى، إلى اللقاء.